السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الملايين عبر العالم يوقعون عريضة تدعو محكمة الجنايات الدولية للإفراج عن الرئيس الإفواري السابق لوران غباغبو. مجلس شورى حزب تواصل يعبر عن استعداده للحوار الجاد ويعتبره المخرج الوحيد للبلاد مما سماها الأزمة. المئات يشاركون في مهرجان بالعاصمة نواكشوط يدعو لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتصدي للتطاول عليه. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وقع الملايين عبر العالم عريضة مطلبية تدعو محكمة الجنايات الدولية للإفراج عن الرئيس الإفواري السابق لوران غباغبو المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الانتخابات الرئاسية 2010-2011. وقد وقع العريضة المطلبية رؤساء سابقون لعدد من البلدان الإفريقية وقادة سياسيون، كما وقعها الملايين من خارج القارة الإفريقية. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. أزيد من 7 ملايين شخص عبر العالم يوقعون عريضة مطلبية تدعو محكمة الجنايات الدولية إلى الإفراج عن الرئيس الإفواري السابق لوران غباغبو. المبادرة أطلقها الكاتب الإفواري لوران دادييه، ووقعها عدد من الرؤساء السابقين والقادة السياسيين بعدد من البلدان الإفريقية، من بينهم رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو مبيكي والرئيس الغاني السابق جيري راولينغز وزعيم المعارضة الكاميرونية جون أفرو. وقد وقع العريضة أزيد من 4 ملايين شخص من القارة الإفريقية، إضافة إلى 1,800,000 شخص من المملكة البريطانية، ومليون ومائة ألف شخص وقعوها من الولايات المتحدة الأمريكية. وتحظى العريضة المطلبية المطالبة بإطلاق سراح لوران غباغبو بمساندة وتعبئة كبيرتين من طرف حزبه حزب الجبهة الشعبية الإفوارية المنقسم على نفسه مؤخرا بشأن الموقف من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي خاضتها البلاد خلال الآونة الأخيرة. ويتهم الرئيس الإفواري السابق لوران غباغبو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال عام 2010-2011 إبان الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد واختار فيها الناخبون الرئيس الحالي الحسن وترى رئيسا جديدا للبلاد، وهو ما رفضه غباغبو وعرفت على إثره البلاد أعمال عنف تسببت في مقتل حوالي 3,000 شخص. وهي الجرائم التي جرت غباغبو إلى محكمة الجنايات الدولية وتسلم وترى مقاليد السلطة وأجرى مؤخرا انتخابات تشريعية كان نصيب جناح حزب غباغبو المشارك فيها هو الأقل مقاعدا برلمانية، كما أجرى استفتاء على الدستور وأعلن عن دخول البلاد في جمهورية ثالثة. عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن الالتزام بدعم الانتقال السلمي للسلطة بغامبيا، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعلن مؤخرا بالعاصمة النيجيرية أبوجا خلال القمة 50 العادية للمجموعة. ودعا بان كي مون في اتصال هاتفي بالرئيس الغامبي المنتخب أداما بارو إلى الالتزام التهدئة وعدم اللجوء إلى العنف هذا، وينتظر أن تبت المحكمة العليا ببنجول في 10 يناير في الطعون التي تقدم بها الحزب الحاكم بشأن الانتخابات. جرد الرئيس البوركيني روش مارك كريستيان كابوري الجنرال إسحاق زيدا الوزير الأول السابق خلال المرحلة الانتقالية، جرده من مهامه العسكرية وذلك بناء على ما سماه الهجرة في وقت السلم وعدم الانصياع للأوامر. وكان إسحاق زيدا قد طلب إذن مغادرة في عطلة إلى كندا وأمضى أزيد من عام دون أن يعود، وقد رفض دعوات رئيس البلاد كريستيان كابوري الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع بالعودة إلى بوركينا فاسو، واستقر به الوضع هناك في كندا. عبر مجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل عن الاستعداد للحوار الجاد سبيلا إلى إخراج البلاد مما سماها الأزمات التي قال إنها تعاني منها على مختلف الأصعدة.
ودعا رئيس مجلس شورى الحزب إلى الاستعداد لمواجهة التحديات التي قال إنها تواجه البلاد على المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية. تفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير. التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل يعقد الدورة 6 لمجلس شورى الحزب بالعاصمة نواكشوط، دورة عبر من خلالها الحزب عن استعداده للحوار السياسي الجاد سبيلا إلى إخراج البلاد مما سماها الأزمات التي قال إنها تعيشها. وانتقد الحزب الحوار السياسي الأخير الذي قال إن أغلب الأحزاب والكتل السياسية المعارضة لم تشارك فيه. هذا الحوار الأخير الذي أجراه النظام في غياب أكبر الكتل والأحزاب السياسية المعارضة في البلاد، والذي بدل أن يسهم في التقريب بين مكونات المشهد الوطني ويستجيب لمطالب المعارضة بتوفير الشروط الضرورية لحياة سياسية طبيعية ومتكافئة الفرص، فضل التركيز على تعديل الدستور وتغيير رموز البلد التي أصبحت تشكل جزءا أساسيا من هويته وتاريخه في أجواء غير توافقية، وهي أمور بطبيعة الحال مرفوضة ليس فقط من طرف المعارضة بل أيضا من طرف الكثيرين داخل صفوف الموالاة. رئيس مجلس شورى حزب تواصل دعا إلى ضرورة الاستعداد للتحديات التي قال إن البلاد تعيشها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، محملا سياسات النظام الحالي المسؤولية عن ذلك. تنعقد الدورة 6 لمجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل تحت شعار بنية حزبية قوية ضمان لأداء سياسي فعال، وهو شعار يبرز أهمية الاستعداد والجاهزية اللذين يجب أن يتحلى بهما الحزب في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلاد، والتي تحتم على الأحزاب المؤثرة في المشهد الوطني أن تكون على مستوى طموحات المواطن وتطلعاته. وتؤكد من حين لآخر الأحزاب السياسية المقاطعة للحوار الأخير تمسكها بالحوار الجاد وتدعو إلى تنظيمه سواء على مستوى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أو على مستوى كل حزب معارض مقاطع على حدة. وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد قاطع الحوار السياسي الأخير واعتبره لا يستجيب للشروط الضرورية لإجراء حوار وطني شامل يخرج البلاد مما يعتبرها أزمات تعيشها. افتتح حزب الكرامة مقرا بمقاطعة بود في ولاية غورغول، وقال منسق الحزب بالولاية الحسن الباها إن افتتاح المقر يعتبر خطوة في اتجاه تجسيد الخيارات التي يتبناها الحزب الداعم لنظام الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز. هذا المقر الذي سيكون بحول الله مقرا لجميع ساكنة المقاطعة ودعامة أخرى من دعائم المسار الديمقراطي بهذا وذلك مساهمة في المزيد من تقدمها وازدهارها، كما سيكون تجسيدا واقعيا لخياراتنا الحزبية ودعما لا مشروطا لتوجهات الحزب الوطنية والمتمثلة في نهج الأغلبية الداعمة لمشروع رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وبهذه المناسبة السعيدة لا يسعنا إلا أن أشكر باسمكم بعثة حزب الكرامة وعلى رأسها السيد الرئيس شيخنا ولي حجبو على الدعم المادي المتمثل في تجهيز المقر والمعنوي بتجسمهم على السفر لمشاركتنا في الحدث. قال رئيس حزب الكرامة شيخ نو الحجب إن منطقة غورغول تشكل خيارا استراتيجيا لدى حزبه الذي أكد أنه يسعى إلى رصد معاناة المواطنين وإيصالها للجهات المعنية. وأضاف والحجب خلال مهرجان نظمه الحزب بمقاطعة بود أنه كلما كان الفقر أكبر في منطقة كان حضور الحزب فيها يشكل أولوية. هذه خيار استراتيجي للمنطقة بالنسبة لنا لاعتبارات ذكرت واحد منها، لاعتبارات نختار نعودوا حاضرين فيها إياك نعودوا موجهين الدولة ومحسينها بوضع المواطنين هم نعودوا حريصين على ذلك وأمينين عليه ونتابعوا مال اللي تعدل الدولة اللي المنطقة. إذا شفنا فيه نقص والله شفنا فيه تحريف من طرف المعنيين في مستوى من أي موقع قرار في الدولة نبهوا على ذلك
ونتابعوه. هذا هو السبب الأول فينا اخترنا نبوذ. نبوذ أيضا من ناحية أخرى قلت علنهم من ناحية تاريخية الغالبية الساحقة العظمى من الساكنة الحقيقة ضعيفة أصلا، أوضاع المعيشية كانت ضعيفة، وبالتالي كل ما كان الفقر أمتنع منطقة كان حضور الكرامة يا الله عود أمتنع تلك المنطقة. هذه القاعدة، هي القاعدة اللي نبنوا عليها العمل السياسي. أعلن في العاصمة نواكشوط عن افتتاح روضة خاصة بتعليم الأطفال تركز على مرحلة التعليم ما قبل المدرسي، وتسعى الروضة وفق القائمين عليها إلى المساهمة في النهوض بالتعليم ما قبل المدرسي بنواكشوط وتنمية الطفولة الصغرى من خلال تربية الناشئة وتعليمه. يعتبر مجال التعليم ما قبل المدرسي مجالا مهما وحساسا لما تقتضيه مرحلة الطفولة الصغرى من أهمية بالغة في التنشئة الاجتماعية لجيل القادم، ومن هذا المنطلق كان حرصنا على المساهمة في النهوض بهذا المجال الحيوي والمشاركة الإيجابية في بناء جيل قادر على الإسهام في تنمية المجتمع والبلد. ووعيا منا لأهمية تنمية الطفولة الصغرى ومساهمة في تحرير جزء من وقت النساء الموريتانيات لإعادة استغلاله في عملية التنمية، توكلنا على الله في هذه المبادرة التي نرجو من العلي القدير أن يحالفنا التوفيق بها. وزادنا في ذلك استشعال المسؤولية وتحرير الموارد المالية الكافية واستجلاب الأدوات العلمية والبيداغوجية الضرورية وإيمانا بالوطن والهوية والاستعداد للتضحية من أجل ذلك. شارك 100% رجاني الأسبوعي الذي ينظم بساحة مسجد ابن عباس في العاصمة نواكشوط نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا المشاركون في المهرجان إلى الوقوف في وجه الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتصدي لموجة الإلحاد والملحدين. في هذا المهرجان الذي يقيم نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم نحمد الله ونشكره ووفقنا للوقوف هنا نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المهرجان نعتبره جدارا متينا منيعا ضد الإساءة إلى الجناب النبوي الشريف، نلتحم هنا فيكون كل فرد منا لبنة في هذا الجدار المنيع الذي أقمناه وأردنا له الامتداد إلى آخر إلى يوم القيامة على هذه البلاد الطاهرة. نحمد الله ونشكره أن رخصته لنا الحكومة، فهذا من أول شروطنا أن يكون آمنا وأن يكون مرخصا من قبل ولاة الأمر وأن يكون نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله ونشكره ونرجو أن تتواصل هذه المهرجانات حتى يكبت كل عدو لله ولرسوله وحتى يخرس كل متطاول على الجناب النبوي الشريف. هذا هدفنا، نأمل هذا الهدف ونسعى له نجد فيه إن شاء الله ربي، والله يعيننا ويعين جميع المسلمين. إلى الشأن الفلسطيني، حيث دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهض الأمة إلى التوحد لمواجهة جرائم ومخططات الاحتلال الإسرائيلي، كما طالب الدول العربية والإسلامية والأسرة الدولية أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة تجاه القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال وممارسته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. نتابع. أدى عشرات الآلاف من المصلين في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ إسماعيل نواهضة في خطبة الجمعة أن القدس والأقصى للمسلمين وحدهم ولا يجوز لهم التفريط في مقدساتهم، وأشار إلى بعض القرارات الإيجابية التي صدرت عام 2016 بخصوص المسجد الأقصى المبارك والمدينة المحتلة والأراضي الفلسطينية، أبرزها قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو الذي أكد أن المسجد الأقصى بكل مساحاته بما فيها حائط البراق هي حق إسلامي خالص ليس لغير المسلمين فيه أي حق، وأضاف أن القرار دحض مزاعم الاحتلال الهادفة إلى تثبيت الأمر الواقع في المدينة المقدسة وسياسة التطهير العرقي وتغيير أسماء الأماكن والشوارع، وبيّن أن ثاني هذه القرارات هو ما صدر في 23 من هذا الشهر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وأشار إلى أن القرار تضمن مطالبة الاحتلال بوقف بناء المستوطنات واعتبارها غير شرعية وغير قانونية
بموجب القانون الدولي، وأنها تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وقال إن هذا القرار يؤكد على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بإجماع الأسرة الدولية، ومن هنا تأتي أهميته وإن كان متأخرا، مع علمنا بأن الاحتلال لن يتجاوب معه ولن ينفذه. وثمن خطيب الأقصى جهود الشعوب الإسلامية التي تعمل لمناصرة القضية الفلسطينية، وأكد أن الاحتلال مع ذلك لم يتوقف عن جرائمه ومخططاته بحق الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، والمتمثلة بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها وهدم البيوت بحجة عدم الترخيص وفرض الضرائب الباهظة على المقدسيين والاقتحامات المكررة للمسجد الأقصى المبارك وحفر الأنفاق ومحاولة منع رفع الأذان ومواصلة الإعدامات الميدانية للأبناء الشعب الفلسطيني واعتقال العشرات من الشباب يوميا والزج بهم في السجون في ظل ظروف قاسية تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيه. الملايين عبر العالم واقعون عريضة تدعو محكمة الجنايات الدولية للإفراج عن الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغو. مجلس شورى حزب تواصل يعبر عن استعداده للحوار الجاد ويعتبره المخرج الوحيد للبلاد مما سماها الأزمة. المئات يشاركون في مهرجان بالعاصمة نواكشوط يدعو لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتصدي للتطاول عليه. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. إلى اللقاء.